أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موجز أخبار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. دخول قافلة مساعدات أممية عبر مناطق سيطرة النظام في منطقة سراقب إلى ريف إدلب تضم شاحنات محملة بالمساعدات الأممية. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بإجلاء الموظفين الأمريكيين من مناطق سيطرة قسد شمال شرقي سوريا وسط حديث عن قرب بدء العملية العسكرية التركية في المنطقة. أعلنت الشركة السورية للاتصالات التابعة للنظام توقف خدمات عدد من المقاسم الهاتفية بسبب فقدان المازوت في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة محروقات. مقتل المدعو خلدون الحتيتي جراء استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين قرية السماقيات وندى شرقي درعا، ويعتبر الحتيتي من أكبر تجار المخدرات في المحافظة بحسب تجمع أحرار حوران. الصين تطالب تركيا بوقف التصعيد في سوريا بشكل فوري. قصف مدفعي من قواعد الجيش التركي يستهدف ميليشيا قسد جنوب غربي مدينة عزاز شمال سوريا وفق مراسل حلب اليوم.